كذا حسون من دبي، منو اللي ما عنده ماضي؟ على مدى يومين صورت الفنانة شذا حسون في دبي مع المخرج ياسر الياسري أغنيتها العراقية مين اللي ما عنده ماضي. مين اللي ما عنده ماضي؟ الحان حاتم العراقي، كلمات كاظم السعدي، الأغنية عراقية محضة يعني، ومن الأغاني اللي أخذت صدى رائع جدا بالألبوم، فعشان هيك قررنا مع روتانا أنه نصور هذه الأغنية. كنا فاكرين نصور علاء الدين قبل، بس عملنا هذه، وبعد شهر إن شاء الله حيكون تصوير علاء الدين. لقاء شذا وياسر الياسري هو الثاني من نوعه بعد نجاحهما في كليب شعلها وحبيب شذا، هو القاسم المشترك بين الكليبين مع اختلاف البطل. هي العلاقة اللي تنبني ما بين الفنان والمخرج، ممكن أول تصوير يكون فيها شوية تحفظات أو هو يكون معارف للعكس يعني بين الفنان والمخرج، بس بثاني تعامل تشوفين تحسين المواضيع تكون أسهل، لأنه خلص يعني مثل ما تقولين شذا عرفت ياسر شو رايد وياسر عرف شذا شو رايد، فيكون أسهل بالوصول. وشذا من النوع اللي تهتم بشغلها، وغير يعني صار بيننا علاقة صداقة حلوة يعني ورا الكليب، وإن شاء الله يعني هالكيمياء الموجودة يعني تترجم إلى صورة حلوة إن شاء الله. كومبارس كبير يشارك شذا في كليبها الجديد الذي تعتمد فيه على 3 إطلالات مختلفة من حيث الشكل، ويتولى الياسري إظهارها بمشاهد جمالية في الكليب. فكرة حلوة جديدة عليا يعني، شوي فيها هيك فكرة شوي مجنونة، ما في ستوري يعني يعني من الألف للياء، في بيوري شوتس، في ستوري مهضومة يعني بيني وبين حبيبي، يعني العنوان اسمه منو اللي ما عنده ماضي، فعاملين شيء كتير مهضوم. هلأ مش قصة سينمائية حتبين النهاية والبداية، بس انه مخلين كتير إيماجينيشن هيك للعالم، انه تقول هدول شو بيعملوا يعني، شو الفكرة. فكرة فيها غرابة من ناحية الأحداث اللي يصير بيها، من ناحية الصورة يعني فيها شيء، فيها تجديد، رايحين على ستايل أكثر بورتريتس أكثر من دراما، وفي شيء جديد على شكلها كمان.